السبت، وهو من الأدعية المأثورة التي كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سفره. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا وطو عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع من سفره قال ذلك وزاد: هايبون تائبون عابدون لربنا حامدون. ندعو الله أن يجعل سفركم سعيدا وعودكم حميدا. نستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. زودكم الله التقوى وغفر ذنوبكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محدثكم دائما مهندس علي. أسأل الله يبارك لنا ويبارك لكم، ودائما الله لا يحرمنا منكم ولا يحرمكم مني. صورنا كتير قطارات في أوروبا، رحنا سويسرا، رحنا ألمانيا، رحنا فيينا، رحنا كتير من الدول، لكن قطار الحرمين له طعم مختلف. خلينا نقول قطار إسلامي، خلينا نقول المكان أريح. الجولة والرحلة هي رحلة ربانية، تستشعر بأن ملائكة يعني تكون معك دائما. انتظرونا في تغطيات مستمرة هنا من المملكة العربية السعودية، وقريبا مفاجآت من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. محطة جدة، محطة الأساسية في مطار جدة الجديد. بسم الله نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المهندس علي هنا يحييكم من جدة في المملكة العربية السعودية، بوابتنا إلى مكة المكرمة. هنا وصلنا الحمد لله، والآن منتظرين يأتي القطار لنركب القطار. هذا التسجيل ننقله لكم الآن هنا، ونقول لكم نحن لا ننساكم من دعوات الصالحة. أسأل الله لنا ولكم التيسير، وأسأل الله لنا ولكم الرحمة، وأسأل الله لنا ولكم المغفرة، وأسأل الله لنا ولكم أن يبلغنا رمضان، ونكون يا رب من عتقائه من النار في رمضان. وأسأل الله لكم أن يرحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. تحياتي لكم ولجميع متابعينا على جميع منصات التواصل في اليوتيوب والإنستغرام وتويتر وتليجرام والواتساب. السلام عليكم. قطار الحرمين من جدة.
هنا من مهبط البحر في مكة المكرمة. هذا هو قطار الحرمين. وصل محطته الأخيرة. لبيك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحرم بعد صلاة الفجر. المصلين منهم من يقرأ القرآن ومنهم من يقرأ غرب الصباح ومنهم من هم في حلق الذكر يعلمون القرآن ويتعلمونه. أجواء رباني يحيطنا بكل مكان من ذلك. رجل الأمين والسكين تجري لمستقر إلى ذلك تقدير الكريم والقمر قدرناه إن شاء الله. منهم من غلبه النوم مع أولاده كمان. Thank you.
لن تجدها في أي مكان في العالم إلا في الحرم. يا الشيخ يا رب من أشياء فردوس الآن جنة ولا سبخ العذاب على حساب يا رب. طبعا المشروع ده اسمه جبل عمر، وهذا المشروع ده يقال يعني سمي يا جماعة عمر لأنه كان هناك يسكن عمر الخطاب في هذا المكان. الله تعالى أعلم. الآن في توسعة الملك فهد، ده المشروع اللي قدامي اسمه أبراج مكتل التعمير. افتكر أول ما شفناه أول مرة كان لسه مفتوح يا دوبك، كان سنة 94 كان لسه يا دوبك مفتوح أول مرة يفتح. سبحان الله سنة 94 بينا أنا وأحمد وبابا، أنا بقاله 5 سنوات. ده أبراج البيت. طبعا هناك مكان أبراج البيت كان فيه قلعة اسمها قلعة أرياد، كانت قلعة للأتراك. الله أكبر مجمع اسمه وقف الملك عبد العزيز. وقف الملك عبد العزيز حرمين الشايفين. سلم مشروع للمستثمرين بالنظام اسمه البي او تي. بعد ما تنتهي المده دي كلها يدار المشروع بالكامل ويكون ريع هذا المشروع كامله للحرم المكي الشريف، كامله للحرم المكي، يخدم الحرم دائما وكانهم يخططون في اليوم اذا وقف فيه البترول وقف فيه الاموال. فهذا الحرم ما فيه من نعمه الان لا تتوقف. الله هو الذي تولى بيوتكم.